بين الماضي والحاضر ذكريات تعيش معنا وأسرار، لكن الحياة تستمر بحلوها ومرها. تأخذنا أحداث مسلسل حضرة الموقف، تأليف عبد الله الرومي وإخراج خالد جمال، في حياة عدد من النساء باختلاف شخصياتهم وحياتهم. فهناك العاقلة الحكيمة، وهناك من تفني عمرها لخدمة من تحب، وهناك الطموحة والمسالمة الهادئة، وأيضاً الشرسة الجبارة المستعدة لحرق كل شيء لتحافظ على ما تحب من أشخاص وأشياء. ولا أروع من كذي، ولا كنا اليوم لنا آخر يوم فيه ننام فيه ببيتنا. صحيح أنا خسرت بيتي وحلالي، بس اسمي باقي. ومانا أمي ماتت وما شفت أم نفسك. أنا بصير بهرج بكفى بإيدك أنت يا بنيتي. نورة تكرهنا من زمان. خليها يا ريشاغ شهرين لما تتأدب. عيال تنتحر عشان تلوي ذراعي. يا سعود طاف من انت دخلتي عالم كبير. 25 قدامك ايام صعبه. حضرة الموقف على الام بي سي دراما. رمضان يجمعنا. يضم العمل هيفاء عادل، هبه الدري، ليالي دهراب، عبد الله التركماني، زهر الخرجي، مريم الصالح، عبير احمد وغيرهم.